لفريق نادي فريق نادي هيلعب على طول الكرة عمطة طلع برطانيا العمطة ودخل لجوه الله عماد الرابع الخامس يا ولد الوان تو انفراد هوبا مش ممكن الله على يا راجل مش عايزه تدخل لعيب القوم لحد دلوقتي عاملين شوت جيد بينيه اماميه عماد حم عماد عماد انفراد عماد خطيره عماد مش ممكن يا ابني المرتده موجوده المرتدة موجودة لا كرة ياسين على طول دخلة دفاعية وادي عماد وكورة بالشمال ويا نهار مش ممكن حلو
طول كرة لمحمد السيد علي، على طول كرة لعماد، وين عماد؟ فين الكرة؟ كرة جول 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 جول. رضا السيد بيلحق من على خط التماس، عماد عماد بالمهارة، هيرد عماد، عد عماد، فاد عماد. يا ساقا الاحمر يولع، هذا عماد، وينو يا عماد؟ يعطي كرة، يا سلام، هون المطالي كل الكلام، مطع سنعود هنا في شوط المباراة الثانية، وهذه الكرة الحنف عماد 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 يا ولد، وبيش القدم خارج، انفراد انفراد محمد السيد، انفراد مصر للتأمين، بهتيم اللي بيحل ضيف النهاردة على فريق مصر للتأمين، فريق ضيف كبير، وده عماد، عماد في أول كورته، عماد على طول داخل منطقة الجزاء، بيحاول يهرب على طول على القائم السنة، أحمد حمدي استلام يا عمال 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 يا عم